نوع قتل الثاني من هؤلاء الصحافقة الذين يطعنون في العلماء بالكلام القبيح، بل بعضهم أصبح لا يعرف إلا بالطعن، حتى سمي بعضهم بالطعان والآخر بالعياب، لأجل أن هذا هو ديدنه، فهؤلاء يهجرون ولا كرامة، لأنهم من أهل الأهواء، وهذا لسنا نحن الذين قلناه أو قررناه، هذا قاله أئمتنا وعلماؤنا. ألم يقولوا أن علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر؟ بلى، ونحن نعتقد أن هؤلاء من علماء أهل الأثر، مثل الشيخ محمد ومثل الشيخ مثل المحمدين ومثل باقي المشايخ، كأن مشايخ كثر رام يطعنوا فيهم، اللي ما مشاش معهم يطعنوا فيهم كاش الهضره كاع، اما تكون ثقه لهم وتذعن لمخطط التنظيم الكبير، مخططين قولوا مخطط الصحافقه، ولا مغضوب عليك ويلا وتبداك القذائف، قذائف السامه العابره للقارات. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله أن يصلحنا ويصلح إخواننا.